طيب نبدأ كده يا حلوين، نقول كده بسم الله، نعمل مراجعة لأونيتي A اللي هي الوحدة الأولى. طيب أول درس أو أول قاعدة كانت بتقابلنا في الأونيتي A ومهمة قوي قوي ومكملة معانا على طول، مش بس السنة دي، اللي هي لما بنعمل غومبلاس لينو بار سوجي، يعني بعمل استبدال الاسم الضمير. تمام، فاحنا اتفقنا ان اي اسم مفرد مذكر لما باجي احط مكانه ضمير هيساوي هو، يبقى ايدي. طب اي مفرد مؤنث بيساوي ال. طب اي جمع مذكر ولدين او اكتر هيساوي ايدافك اس. طب اي جمع مؤنث بنتين او اكتر هيساوي إلافك إس الجمع المؤنث. تمام؟ طيب، طب لو عندي الجمع كان مشترك يا ولاد، ماسكولا على فيمينا، مذكر على مؤنث، يعني لو قال لي علي إيه سما، وقتها همشيهم جمع إيه؟ هنمشيهم يا ميس جمع مذكر. ليه؟ عشان خاطر لما بيشترك المذكر مع المؤنث أنا بخاطب الأشخاص اللي قدامي بصيغة المذكر، يعني قدامي ولد واحد في المجموعة بس عندي إن شاء الله 30 بنت، بقول لهم بصوا معايا يا ولاد، فبخاطبهم بصيغة جمع المذكر. ماشي؟ طيب خلي بالك الكلام ده ما بينطبقش على العاقل بس، لا بينطبق كمان على العاقل وغير العاقل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو جبت لك مثلا كلمة زي كلمة لو ليفغ الكتاب، أو كلمة زي كلمة مثلا كلمة إيه يا ربي؟ ثانية واحدة يا ربي. لو أنا مثلا جبت كلمة زي كلمة إن بروفيسيون اللي هي مهنة أو وظيفة، هي الكلمة دي غير عاقل، بس لما هاجي هستبدلها هستبدلها بإل. طب الكتاب فوق عشان نسيتها، مفرد مذكر هستبدله بإيل. يبقى إذا يا ولاد الضمائر اللي هي إيل إل إلافك إس إلافك إس بنستبدلهم مكان الكلمة حسب نوعها، مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع ميكس اللي بنمشيه جمع مذكر سواء عاقل أو غير عاقل. يعني لما أشوف الكتاب هستبدله بهو إيل، الوظيفة هستبدلها بإل هي، وهكذا. اتفقنا؟ طيب تاني حاجة كانت بتقابلنا في الأونيتي A بعد الدرس ده على طول كان بيكلمني عن صلة القرابة، يعني عايزني أشرح كلمة العم والخال والعمة والخالة بس بالفرنسي. طيب أنا هجيب الكلمات دي منين؟ من الحفظ بتاعك، مش كلمات من بره. يعني أنا لو جيت شرحت كده لو غرامبير الجد بيكون، بس خلي بالك في فرق يا ولاد في طريقة الكومبليت، في جمل بيجيب لك سي وفي جمل بيقول لك لو غرامبير ايه. يعني يا مس السي ابوستروف هتفرق، اه هتفرق معاك في الكومبليت في نوعية الأسئلة دي. ليه؟ دلوقتي أنا هتكلم على الطريقة الأولى، مش هجيب سيرة فيرب اتر دلوقتي تحت اللي هو ايه لوحده، بس لما بشوف كلمة سي سي دي، أيوه يا مس أنا حافظها، إنه يكون أو إنها تكون، يبقى عايز هنا ايه؟ انه يكون مين؟ عايز التعريف بتاعه بالفرنسي، فانا هقول له لو غرانبير سي، الجد بيكون مين؟ بابا بابايا او بابا مامتي. فلما اجي اشرحه على الاب الاول فهقول لو بير دو بير. والسؤال ده كنا حالين زيه كده في الدوفاغ اللي فات او اللي قبله، كان جايب تعريف اي حد كده من افراد العائله وبيقول لي بيكون مين، فانا بشرح له بالفرنسي فبقول له مثلا ممكن يكون والد الاب والد بابايا، بس خلي لي بالك من الاداه دي بتبقى شكلها دو لما بيجي بعدها ماسكولا مذكر. طب بص كده الجد لو انا شرحته يا ولاد كانه ابو مامتي، لو غران بير سي بيكون مين؟ بيكون بابا مين؟ مامتي، بس مامتي عشان مؤنثة حطيت قدامها الدولا دولا مير. الأدوات دي بنسميها لزارتيكل ديفيني كونتراكتي، ها عندكم شرحها بالتفصيل الوحدة الجاية،
أدوات المعرفة المدغمة. يعني أنتوا تعرفوا أصلاً إن الأداة دي دهيت لو إحنا جينا فكيناها بتساوي دو بليس لو، عشان كده أو قال لك مفيش حاجة اسمها بالفرنسي دو لو، فهندغمها مع بعض وهنخليها دو. طب بتتحط هي معناها إيه؟ معناها أوف بتاعت الإنجليش، الحاجة بتاعت الشخص دي أو الحاجة بتاعت الحاجة دي الأوف، بس بتتشكل وتتغير على حسب اللي بيجي بعدها. فخلي لي بالك عشان لو جالك سؤال كومبلت على أي حد من أفراد العائلة هتحتاج الديو والدولار، فحطينا الديو اللي فوق يا ولاد دهيت عشان كلمة بيغ نوعها إيه؟ ماسكولا مذكر. طيب ليه حطينا هنا دولار؟ عشان ميغ مؤنث. طيب لما باجي أعرف الجدة، الجدة أنا مش عايزة أكتب بس كله عشان الوقت، ها الجدة هتكون لا ميغ مامت دو بير الأب، أو مامت الأم دو لا ميغ. طيب لو أنا عايزة أعرف بقى لوكوزا عشان فيها تركاية كده، لوكوزا اللي هو ابن العم، مش أنتوا واخدين كلمة ابن لوحده؟ آه يا ميس أنا حافظها، لوفيس اللي فيها ال ميه ما بنطقهاش، سي لوفيس ابن العم، يبقى دو مين؟ دو الابوستروف يا ميس عشان كلمة اونكل اللي هي العم مفرد مبدوء بفويل، دو الابوستروف. يبقى نركز كده، لما جيت حطيت كلمة بيغ ماسكولان مذكر حطيت قدامها دو، لما جيت استخدمت كلمة ميغ مؤنث حطيت دولا. طب لما جيت حطيت العم أو الخال هي كلمة مفرد بس مبدوءة بفويل حطينا دولا بوستوف. اتفقنا يا ولاد؟ وبشرح كل أفراد العائلة بالطريقة دي. طب لو جاب لي لا كوزين، لا كوزين ابنة العم أو ابنة الخال أو ابنة العمة أو ابنة الخالة، حسب عادي بتنفع الأربع حالات، فهقول له سي مين بقى؟ سي لا في، يبقى لوفيس اللي هو ابن، لافي ابنة، ابنة مين؟ هقولها برضو على العم عشان أأكد عليك على كلمة المفرد اللي مبدوء بفويل، حطينا دو إلا بوستروف. أبوستروف أيوة حلالة المشاكل، اللي بيجي بعدها مفرد سواء مذكر أو مؤنث بس بيكون إيه يا ولاد؟ مبدوء بفويل. يبقى دي كده اسمها صلة القرابة، بشرحها بالفرنسي تمام؟ ثواني كده هاخدها سكرين شوت وهبعتها على الجروب عشان هي مش موجودة عندكم في نسخة الكتاب الجديدة. طيب ايه بقى القاعدة اللي بتقابلني بعد كده؟ بيبدأ يقابلك بقى قاعدة التأنيث والتذكير في الوظائف، والقاعدة دي يا ولاد احنا مش هنقابلها في الوظائف فقط، القاعدة دي ثابتة في أي صفة سواء وظيفة أو جنسية أو صفة أشخاص أو صفة أشياء. فالقاعدة الأساسية للتأنيث هي لها كذا حالة، الحالة الأولى إنه لما بيجيب لي كلمة، إحنا طبعا شغلنا عن الوظائف، زي كلمة أنافوكا، أنافوكا معناها محامي، طيب نوعها إيه؟ ماسكولا. عرفنا منين؟ عرفنا من آية ميس قبل ما حضرتك تقولي إن دي محامي، أنا عرفت من آية أداة النكرة إن هي إيه يا ولاد؟ مذكر. طب أنا عايزة أخليها في ميناء، أول خطوة بحول ايه الى ان. طيب افوكا هحط لها توكا، توكا قصدي هحط لها علامة التأنيث، هحط لها حرف الاو اللي هو بيبقى عامل كده وكده كأنه التاء المربوطة في الفرنسي في العربي قصدي، يبقى انافوكا انافوكات. طب ناخد كمان اكزامبل، لو انا اخدت مثلا وظيفة زي وظيفة مثلا طيب لو جاب لي وظيفة زي ام بروفيسور، عايزة اخليها بدل ما هي مدرس مدرسة، ايه بحولها لان الاول بظبط الادوات. طب الكلمة نفسها بحولها الى مؤنث ازاي؟ بضيف في اخرها حرف الاو للتأنيث. دي كده القاعدة الاولى من التأنيث يا ولاد، ان المذكر لما فيهوش او في الاخر بزود له حرف الاو، يبقى انا كده حولت من ماسكولا الى فيمينين. طب بصوا بقى، افرض الصفة جاية لي جاهزة
فيل مذكر وشكلها كده، اتصرف ازاي؟ والله يا مس الصفة دي مذكر وكل حاجة، بس غريبة قوي ان هي منتهية بحرف الايه. الصفات او الوظائف اللي زي كده يا ولاد بتبقى مشتركة، يعني المذكر فيها زي المؤنث، اه بحولها ان، مش هنسى الادوات كده كده. طب جورناليست هتفضل زي ما هي، انا صوتي رايح بقى ومش عارفة اغني لكم خالص. ليه بقى زي ما هي؟ طبعا مش هسيبكم في حالكم، هفضل اسالكم. هتقولوا لي يا ميس لان المذكر جاي اصلا منتهي بحرف الاو، فلما جينا حولناها مؤنث انا مش هضيف اي حاجه. وهيقابلك من ده بقى كتير، اللي هي جورناليست وعندي مثلا ان فوتوغراف، فوتو غراف اللي هي وظيفه مين؟ المصور. الكلمه دي ماسكولا ولا فيمناء؟ ماسكولا يا ميس من ايه؟ طب اعملها لي فيمناء يا دكتور، يبقى ان. طب فوتوغراف هنغير فيها اي حاجة يا ولاد؟ لا. ليه؟ عشان يا مس المذكر بتاعها جاي اصلا منتهي بحرف الاو، فانا لما جيت حولته مؤنث في ميناء غيرت الاداة فقط، لكن الكلمة زي ما هي. يبقى اللي ما فيهاش او بنحولها للمؤنث باضافة او. طيب خلاصة بقى الدرس الوظائف ده، غير ان انا بحفظه، بس اقول لك الاول الوظيفتين الاخرانيين دول واقول لك شكل الاسئلة اللي بتيجي عليه. ركز لي في الوظيفة دي عشان في ناس بتلخبط فيها لحد دلوقتي ومش عارفة ليه. وظيفة الطبيب ام ميدي سا، حولها لي كده في ميناء، ان مي دي سا. ايه يا ميس، هو حضرتك نسيتي حرف الاو الاخراني للتأنيث؟ لا والله ما نسيته. امال الوظيفة دي مالها؟ الوظيفة دي يا ولاد هتبقى ماسكولا زي في ميناء ومن غير ما ازود حاجة، بظبط الادوات فقط. ايه بحولها ان دي كده من غير ما اسأل؟ ما هو انا لازم أنس واذكر بالادوات. طيب وظيفه الطبيب زي ما هي، واحد هيقول لي يا مس زي ما هي ده مش منتهيه بايه؟ لا دي حاله خاصه، يبقى خلي بالي من مدساه، عشان في ناس لحد دلوقتي لما بتيجي تأنسها للاسف بتعمل الخطأ ده. لا يا مس ده مش معانا ده. طيب عندي بقى وظيفه الدكتور الصيدلي، انفار ماسيا، دي كده وظيفه عاديه؟ لا مش عاديه، لما باجي احولها لفيميناء ما بحطش قول التأنيث، امال بعمل ايه؟ قلت لكم ان حرف الان ده مغرور قوي بيحب نفسه، حرف الان ده، فلما بيجي يتأنس ماشي بيقول لي يا مس انا بحب نفسي. قلت له يعني اتفضل، عايز ايه يعني؟ عشان عندنا مراجعه. قال لي زودي لي ان كمان، قلت له اتفضل. قال لي وبعدين حطوا علامه التأنيث. فالصفات يا ولاد اللي بتكون منتهيه بالمقطع ده اي او ان بزود ان الاول وبعدين ابدا احط الاو بتاعت التانيث. وهتقابلنا شويه قدام في الجنسيات، عندي ايجيبسيا ايجيبسيان اللي هي مصري ومصريه، فبرضه فاغماسيا فاغماسيان. اتفقنا يا ولاد؟ طيب ده كده الجزء الخاص بالصفات او بالوظائف. بص بقى شكل الاسئله، يقول لك مثلا علي ايه، ويقول لك شوازي شوازي، يقول لك كده يا استاذ، او خلينا نجيبها على المؤنث بالذات عشان انا قصدك كده بيها حاجه معينه. لو قال لي مثلا سما ايه، وقال لي ميديسا ولا فارماسيا، انا كاتبه صح؟ لا نسيت الحرف. ولا مثلا افوكا. والله لسه انا محتاجه هنا سما ديت مؤنث، يبقى انا محتاجه وظيفه مؤنث، فهبص كده الاقي فغمسيه مذكر وافوكا مذكر وميديسا. لا يا مس مش هتلخبط فيها، ميديسا بتنفع الاثنين مذكر ومؤنث وما فيهاش حرف الاو الاخراني عشان ما تتلخبطوش. فحذروا من وظيفه ميديسا عشان في ناس مستنيه بقى سما يبقى عامله كده. لا ميديسا هي هي يا ولاد، ماسكولا وفيمينا. طيب باقي الوظائف في منها اللي مشترك زي جورناليست وزي فوتوغراف، وفي منها لا اللي احتاج علامات تأنيث زي ما قلتهمش كلهم طبعا، افوكا وزي بروفيسور، دول بنضيف لهم علامات تأنيث. طيب وقلنا فاغماسيا بنزود الان المغرورة دي وبعدين نبدأ نحط حرف الاو للتأنيث. فيبدأ يقول لك سما ايه وتختار وظيفة، محمد ايه وتختار وظيفة، وهكذا. طيب عندك بقى يا دكتور 7 افعال باستخداماتهم، هي الوحدة الأولى شغلك كله على الأفعال. عارفين ليه يا ولاد؟ ليه جايب لي 7 أفعال بطريقة استخدامهم؟ هقول لك ليه، عشان بيهيئك كده وبيجهزك يا دكتور عشان تكون جملة صحيحة. فكل فيرب في الفرنسي ليه أدوات. الجملة المشهورة بتاعتي عيني على مين؟
عيني على الفيرب. ليه؟ ليه بقول كده؟ عشان لما باجي أعمل كومبلات الفيرب اللي بيختار نوع الأدوات. أنا عندي أدوات كتير قوي في الفرنسي. خلينا نبدأ كده بأول فيرب. عندي مثلا فيرب اتغ. اتغ ده معناه يكون. استخدامه كان ايه السنة دي معانا؟ والله يا مس كنا مشغلينه شغلانتين بالرغم ان هو وحش الافعال، فكنت ممكن اقدم بيه الاسم، يعني اقول لك جو سوي ميسون، اهو قدمت اسمي بفيرب اتر، مش لازم اقول جو مابيل، ماشي جو سوي ميسون، وبعدين اقول لك بروفيسور. ده انا هنا استخدمته في ايه يا اولاد؟ اسم وظيفه. طب نتفق بقى على الاتفاقات اللي هي بتاعت قبل الامتحان، لو جاب لي فيرب اتر قال لي لونكل ايه او ايه ليه او اي شخص يكون، هنكتب الوظيفه اللي احنا اتفقنا عليها. ايه ليه مثلا؟ هبدا اقول له كده بيلوت. اشمعنى يا ميس يعني بيلوت؟ هقول لك ليه. سهله في السبيلنج ومشتركه، بتنفع لي ماسكولا وفيمينيه، فانا هبقى مطمنه لو كاتب لك ال او كاتب ال، ها يبقى بتنفع لاي مفرد سواء مذكر او مؤنث. يعني ممكن اقول إليه بيلوت، اه تنفع مع الإيل والإل لأن مذكرها جاي منتهي بالإل. طيب لما أجي أكمل يا ميس ينفع أقول إليه محمد بيلوت؟ ينفع، بس اسمع كلامي وكمل بوظيفة فقط بعد فيرب إتر. طب واخدين بالكم من حاجة؟ فيرب إتر بيكسر القواعد، بيكسر الحدود. ليه؟ الوحيد اللي ما حطليش أدوات أصلا، يعني لا حط آه ولا حط إن، بيلوت على طول، فوتوغراف على طول، جورناليست على طول، وهكذا. يبقى الفيرب اتر او الفيرب عندنا بستخدمه في ايه؟ لاسم وظيفه. طب لما تعمل الكومبلات بديك الخلاصه اهو، هنحط وظيفه فقط. ماشي، لونك الايه؟ العم بيكون بيلوت. آه مون جرام بير، آه مون جرام بير جدي بيكون بيلوت، اي حد ما مير ايه؟ بيلوت. طيب الفيرب اللي بعده بقى ده غلبان وكان ليه شغلانه واحده بس، اللي هو فيرب فير، معناه يعمل أو يفعل. ده كانت شغلته يسأل بس ما يجاوبش، ده كده باين عليه مدرس. فيرب فير ده بيفكرني بالمدرسين، بيسألوا بس مش هيجاوبوا كتير، الطالب اللي بيجاوب. ففيرب فير كانت شغلته للسؤال عن الوظيفة. هنشوفه دايما في التركيبة دي يا ولاد. أنا بجيب لك الإكزامبل من الآخر كده، أنا مش هشرح النهاردة كلام نظري كتير. كاسك وفوفات، وحذروا من تصريف فير مع الفو. هتفضل تدور لو هو سؤال شوازي تفضل تدور على الاي زد. ايوه يا مس، ما انا عارف الفو بتاخد الاي زد على طول. لا، في فيرب فير وفيرب اتري يا ولاد بتاخد الاي اس. ها وانتوا لما جيتوا بصراحه عملتوا عليه تكتيك، كنتوا شاطرين ما شاء الله. يبقى كيسك فوفت، ماذا تعمل حضرتك؟ او لو بكلم حد من سني مش محتاجه اقول له كلمه حضرتك، هقول له كيسك توفي. اهو تمام كده يا ولاد. يبقى انا عندي فيرب فير هلاقيه دايما في الشكلين دول. ممكن يقول لي كسك الفي، ماذا هو يعمل؟ كسك توم بيخ في، ماذا والدك يعمل؟ يبقى فير هشوفه في الاسئله فقط للسؤال عن ايه يا ولاد؟ عن المهنه. طيب الفيرب اللي بعد كده هم سبعه، ادي واحد اتنين اترو فير. طيب الفيرب اللي بعد كده سابلي. سابلي الفيرب ده يا ولاد التركية بتاعته في الحفظ، لما بتيجي تصرفه مع كل الضمائر، كل الضمائر ما عدا النو والفو بنحط دوبل ال بالرغم ان المصدر فيه ال واحد. طب الفيرب ده بيقدم ايه؟ والله يا مس هو معناه يسمى او يدعى، يبقى ده هيقدم الاسم فقط. يعني هقول لك مثلا ايل سابيل محمد او جو مابيل سلمى وهكذا، اهو واقول الاسم. ماشي طيب. في سؤال برضو بيجي يا ولاد، الصيغة دي كيات فو ايه مس؟ هو السؤال ده مقلوب ولا ايه؟ ليه مقلوب؟ ليه؟ اصل انا متعود ان هي دايما بتكون فو زاد. هقول لك انت صح، امال اشمعنى عمل ايد فو؟ عشان احيانا كتير يا ولاد في تركيبة السؤال بنعمل تقديم وتأخير للفيرب والسوجيه. فلما اشوف دي انا عارف ان كي معناها من، وفوزت حضرتك تكون، ها بس جايه مقلوبه عادي بس نفس المعنى. يبقى مين حضرتك؟ فممكن اقول لك جوما بالميسون. مين حضرتك؟
Je suis my son professeur. ها، على حسب الفيرب اللي هجاوب بيه. طيب الفيرب اللي جاي ده بقى بيحتاج مني كده ايه، شوية شرح وبيحتاج منكم شوية تركيز. بريزونتي، عشان مالي البتاع دوت السيتياسيو المواقف. سو بريزونتي يا ولاد معناه يقدم نفسه، دي ترجمته كده هو في المصدر. الجو مع المو يبقى بتكلم عن نفسي انا، جو مي بريزونت، انا اقدم نفسي. طيب لما اجيبها مع تو وتبقى تو، تو بريزونت فيرب عادي مجموعه اولى بياخد نهايته عادي خالص. انت تقدم نفسك، التي ديت بصوا يعني وراكو وراكو في السيتياسيو في المواقف. فهتقول لي التو دي معناها انت؟ لا والله، ده بتبقى ضمير مخاطب، ضمير مفعول، ماشي، وهوريها لكم في السيتياسيو في الاخر. يبقى مش معناها انت، لكن تو الاولى معناها انت، لكن التو دي الكاف المخاطب. انا اسالك، انا اطلب منك، انت بتقدم نفسك، الكاف اللي في الاخر دي. طيب لو قال لي يا ولاد il se présente مثلا علي، هو هنا بيقدم مين؟ بيقدم نفسه هو علي. طب بص بقى اللي جايه دي، اللي جايه دي ميكس، الميكس بقى هجيب لك الجو مع التو. ايه يا مس اللي جاب الجو مع التو؟ ما هو استنى بس شوف المعنى. لما اقول لك je te présente، اول ملاحظه عايزاك تخلي بالك ان انا لما جيت صرفت الفيرب صرفته مع الجو، ماليش دعوه بالتو، التو ده مش فاعل اصلا. انا هنا بقدم مين؟ انا اقدم اليك، وهكون كاتبه اسم شخص. يبقى لو شفت الجو مع النو انا اقدم نفسي، التو مع التو انت بتقدم نفسك، الايل مع السو بتاعتها هو بيقدم نفسه، اهو هكتب لك قدامها كده نفسه. طيب تمام. بعد كده لما اشوف الجو مع التو ما تلخبطش، يبقى انا اللي بتكلم ولا انت اللي بتتكلم؟ لا انا اللي بتكلم، الجو الفاعل. طب والتو؟ قلت لك ضمير مخاطب، بكلمك انت، بقدم اليك انت، بطلب منك انت، يبقى التو دي ضمير عايد عليك انت بس، ضمير مفعول. اتفقنا يا ولاد؟ طيب احيان كتير بشوف كده اهو بقى جو فو بريزونت. طب يا ترى بريزونت هصرفها مع مين؟ هصرفها مع الجو يا ميس، الجو هي الفاعل، الجو هي اللي بتتكلم. طب معناها ايه جي وفو ده؟ انا عمري ما شفت كده. الجو دي هي اللي بتقدم، بتقدم مين؟ الى حضرتك. انا اقدم او جوفو بريزونت علي، بقدم علي لمين؟ لحضرتك. بقدم علي لمين؟ ليك انت، عشان ما تلخبطش في ترجمة التو والفو لما يكون قبلهم ضمير. بيبقوا ضمائر ايه يا ولاد؟ مفعول، بقدم لك، بكلمك، بطلب منك، وهكذا. طيب ندخل نفس اللينك تاني عشان نكمل الشرح إن شاء الله.